لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى مذكرات قبض جديدة بحق 6 شخصيات بينهم وزيران ورئيس ديوان. في الشرق الأوسط العراق، الكاظمي يمنع سفر الفريق جميل الشمري لتورطه في قتل متظاهرين. في موقع الهيئة نت، تجدد الإضراب الشامل للأطباء المقيمين لتخلف الحكومة الحالية عن وعودها السابقة. في صحيفة الزمان، اللجنة العليا تقرر فتح المساجد ومدن الألعاب وسط استمرار الإصابات. في صحيفة العرب اللندنية، مناورة من باسيل لرفع الحرج عن حزب الله بشأن حقيبة المالية. في القدس العربي، واشنطن تعلن دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ. وفي صحيفة العربي الجديد، أردوغان نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لتسوية المشاكل عبر الحوار. السلام عليكم. قالت صحيفة العرب اللندنية إن عمليات الاعتقال التي قامت بها حكومة الكاظمي ضد مسؤولين متهمين بقضايا فساد كشفت عن كمية الرعب التي تعتري الطبقة السياسية في البلاد من أي إجراءات تتعلق بالنزاهة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن المسؤولين المعتقلين أدلوا باعترافات قادت إلى كشف شبكة واسعة لغسيل الأموال ترتبط بمصالح تجارية واسعة مع ميليشيا حزب الله اللبناني. بدأت الحملة باعتقال مسؤول من المستوى المتوسط هو مدير دائرة التقاعد أحمد الساعدي، ما أثار تساؤلات بخصوص الأهداف التي يمكن للكاظمي أن يصل إليها وجديته بشأن ملاحقة الكبار. لكن الإثارة تضاعفت عندما ألقي القبض على بهاء عبد الحسين، مدير شركة الكيكارد المعنية بتسهيل صرف رواتب المتقاعدين، وهو يهم بالهرب من مطار بغداد بعد 2 من القبض على الساعدي. وقالت مصادر مطلعة إن الساعدي أدلى باعترافات قادت إلى كشف شبكة واسعة لغسيل الأموال تخدم مسؤولين وساسة وأحزاب وتعتمد على متعاونين في بيروت. وشملت حملة الاعتقالات الجديدة أيضا مدير المصرف الزراعي عادل خضير و12 موظفا تحت إمرته. لكن الضربة الأكبر في هذه الحملة تلك التي طالت شاكر الزاملي، وهو رئيس هيئة استثمار بغداد، والذي تشير المعلومات إلى ارتباطه الوثيق بالمصالح التجارية الواسعة التي تخص حزب الله اللبناني في العراق. وتقول المصادر إن الزاملي استغل منصبه لمنح شركات تابعة لحزب الله عقودا بملايين الدولارات دون أن ينفذ أي منها، مشيرة إلى أن علاقة رئيس هيئة استثمار بغداد بالحزب اللبناني الذي يقوده حسن نصر الله حصنته من الملاحقات القانونية طيلة الأعوام الماضية. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن حملة الكاظمي ضد الفاسدين أغضبت الميليشيات الشيعية ودفعتها إلى التلويح بالتهديد بإسقاط حكومته، لأنها تضرب في جانب منها شبكة المصالح التي تخدم حلفاء إيران. تعد عملية تشكيل اللجان التحقيقية أولى أدوات تطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على ثروات البلاد والمال العام والاقتصاص من العابثين بالقوانين وسراق الشعب. أياد العناز يقول في صحيفة البصائر إن اللجان التحقيقية التي تشكل في العراق هي عبارة عن واجهات يستظل بها الفاسدون والجهات الحزبية الداعمة لها والمتنفذة والتي تمتلك الهيمنة على القرار العام.
هذه اللجان تصبح مجرد خداع للجماهير واستغفال للرأي العام، لأنها تسعى عبر الضغوط السياسية لتسويف وتمييع النتائج الحقيقية والقرارات الصائبة التي تخرج بها والتوصيات الخاصة بتحديد الشخصيات الفاسدة ومعرفة سراق المال العام وتهريب العملة والاستحواذ على المشاريع والمناقصات المعلنة عبر الوزارات بطرق غير شرعية. إن أدوات السلطة الحاكمة تذهب باتجاه تشكيل اللجان التحقيقية لتجعل منها في النهاية دهاليز مظلمة لغرف سوداء مغلقة لا ضوء ولا شعاع فيها، أي أنها لا تحقق الغاية الأساسية من الإعلان عنها أو انتظار نتائجها نتيجة عوامل عديدة، أهمها فقدان النزاهة في التعامل مع القضايا الاقتصادية وما يهم المواطن العراقي والتلاعب بالعديد من النتائج هذه اللجان عبر تقديم الرشاوى المالية وشراء الذمم. والحقيقة الثانية والأكثر فعالة في خداع الشعب هي أن الهدف من تشكيل اللجان هو العمل على إخفاء الحقائق والأساليب المتبعة في التعامل معها، وليس إظهارها وكشفها والوصول إليها، بل العمل على الالتفاف والتحايل والتمويه عليها بقصد إذابة القضايا واستمرار تغييب الرأي العام، والعمل على توسيع دائرة التضليل بأي قضية تخص عمل اللجان التحقيقية وقطع الطرق عن الوصول إلى أي نتائج عملية تدين الفاسدين والسراق والعابثين بالمال العام وقوانين البلاد. الكاتب يرى أن أمام هذه المعطيات والحقائق علينا أن ندرك ألا جدوى إيجابية من تشكيل اللجان التحقيقية، وإنما هي صورة وانعكاس لطبيعة الفساد السياسي الذي يعيشه العراق، لأنها تصطدم بالعديد من المعوقات والأساليب القذرة في استخدام عمليات التهديد بالقتل والتصفية والتغييب والابتزاز الأخلاقي والاجتماعي وشراء الذمم وتقديم الرشاة. قال صحيفة المدى إن حالة من الإرباك أصابت الميليشيات الموالية لإيران التي تستهدف المصالح الأجنبية في العراق، وذلك بعد تصريح إيراني رفض استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الميليشيات الشيعية تراجعت عن موقفها من استهداف البعثات الدبلوماسية واعتبرت أنه لا يشكل أي مصلحة في الوقت الحاضر. هذه الجماعات الشيعية تشن حملات تحريض واستهداف مسلح ضد السفارات الغربية والخليجية، وصلت آخرها إلى استهداف معهد لغة إنجليزية في النجف لمجرد أنه يحمل اسم أمريكا. ويرجح سياسيون مطلعون أن توجه واشنطن ضربة قاضية وشيكة لمجموعة من الفصائل المسلحة التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق. وكانت أغلب الفصائل الشيعية قد انتقدت جماعات سنية استخدمت نفس أسلوبها بعد عام 2003، واتهمتها آنذاك بالانتماء إلى القاعدة. ويقول مصدر مطلع إن هناك خلافات منذ فترة طويلة بين الفصائل الكبيرة التي تأخذ أوامرها مباشرة من طهران حول استهداف بعض المنشآت الأجنبية والعراقية، وهذه الفصائل المعروفة بجماعات الكاتيوشا كان قد وسعت عملها منذ شهرين تقريبا باستهداف أرتال الدعم اللوجستي، وكانت قد نفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 هجوما على شاحنات ومواقع عسكرية ودبلوماسية. ويضيف المصدر أن استهداف السفارة البريطانية ربما لم يكن ضمن خطة المجاميع المرتبطة مع إيران، لذلك تراجعت بعد الموقف الإيراني الرافض وعقب تصريحات طهران. قال أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب حزب الله إن استهداف البعثات الدبلوماسية لا يشكل أي مصلحة ما دامت لم تشكل خطرا داهما أو واضحا يتفق عليه العقلاء. الصحيفة تشير إلى أن تلك الميليشيات وأشهرها أصحاب الكهف وعصبة الثائرين
هي واجهات لجهات مسلحة معروفة في العراق تقوم بأعمال بديلة لصالح إيران، كما أنها بالمقابل تتجنب الصدام المباشر مع واشنطن. الحدث السريع الذي جرى في جنوب فلسطين على حدود قطاع غزة في أثناء توقيع معاهدتي تطبيع مع الكيان الصهيوني في واشنطن بعث رسالة قوية وذات مغزى أن الأمن والسلام في هذه المنطقة كان وما زال وسيبقى بيد الفلسطينيين. مصطفى البرغوثي يقول في صحيفة العربي الجديد إنه على الرغم من بهرجة المسرحية التي عرضت أمام البيت الأبيض، فإنها جاءت أيضا لتؤكد المقولة الشهيرة أن التاريخ يكرر نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة وأخرى على شكل مهزلة. كل معاهدات التطبيع السابقة واللاحقة إن جاءت سعى إليها تحالف نتنياهو وترامب لتحقيق 3 أهداف: ترويج صفقة القرن بكل ما تعنيه من تصفية للحقوق الوطنية الفلسطينية وترسيخ لنظام الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، تهميش القضية الفلسطينية والادعاء بأن التطبيع مع بعض الأنظمة العربية يعوض عن السلام الحقيقي الذي لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، تقديم مسرحية لدعم ترامب المهدد بالسقوط في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، ونتنياهو المهدد بالمحاكمة في 4 قضايا فساد، والذي سبق توقيع المعاهدتين بتصريحات قال فيها لا لدولة فلسطينية وإن القدس التي ضمها ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل وفلسطين هي دولة اليهود فقط. أما الرئيس الأمريكي فقد رفض عندما سئل عن الدولة الفلسطينية أن يجيب، ورفض أن ينطق اسم دولة لفلسطين. لم يعد بإمكان أحد ادعاء أن الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية قد توقف، فهو جار على الأرض يوميا، خصوصا أن معاهدتي التطبيع وقعتا بعد ضم القدس والجولان العربي المحتل وبعد المباركة الأمريكية لذلك الضم ونقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس، ولا علاقة إطلاقا بين مسرحية البيت الأبيض وموضوع السلام. فالنتيجة الأولى لما جرى كانت تقوية معسكر اليمين الفاشل العنصري المتطرف في إسرائيل. وبحسب الكاتب فإنه إذا كان هناك أمر إيجابي في كل ما جرى فهو أنه أوجد تحدياً أدى إلى رص صفوف الفلسطينيين في وحدة غير مسبوقة منذ انهيار حكومة الوحدة الوطنية ونشوء الانقسام الداخلي البغيض عام 2007، وحدة كاملة في رفض صفقة القرن ومشاريع التطبيع، ووحدة تتطور تدريجياً في تفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الاحتلال الصهيوني. لا يكاد يمضي يوم واحد من دون أن يخرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أحد أركان إدارته ببلاغ يتضمن أعداد وأسماء لدول مقبلة على التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى بتنا أمام بزار ممجوج وعروض تشبه بيانات وزارات الصحة في العالم حول أعداد المصابين بكورونا. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن هذا الهوس لا يليق بالدولة الأعظم ولا بدور خارجيتها الذي يكاد يطغى على دور وزارة الخارجية الصهيونية ذاتها. البحث عن دول أخرى لإضافتها إلى لائحة الدول المطبعة لا يتوقف. كل هذا لا يوقف ترامب عن التبشير بقرب اتساع موجة التطبيع، حتى وإن كذب وبالغ وافترى ومارس كل وسائل الترغيب والترهيب في ثني دول عن مواقف تقليدية معروفة لها. لبنان الذي تقول إدارة ترامب بأنه مختطف من قبل حزب الله دخل في قلب دائرة الاستهداف. لا حل لمشكلة الترسيم البحري من دون مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. الإدارة مقتنعة على ما يبدو بأن الضائقة الاقتصادية التي تعتصر لبنان بالذات بعد انفجار مرفأ بيروت والحالة الصعبة التي يجد حزب الله نفسه فيها تسمح له بابتزاز اللبنانيين
لإرغامهم على سلوك طريق التفاوض المباشر مع عدوهم المحتل جزء من أرضهم ومياههم. باكستان كانت من بين الدول التي بشر الأمريكيون بقرب انضمامها لنادي الدول المطبعة، على الرغم من أن شعب البلاد وحكومته وبرلمانه أكدوا المرة تلو الأخرى أن بلادهم لن تعترف ولن تطبع قبل أن ينال شعب فلسطين حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس. مثل هذه التأكيدات لم تقنع واشنطن بالكف عن الترويج لموجة تطبيع قادمة، بل دفعتها للبحث عن نقاط ضعف أو أياد مجروحة لهذه الدول لكي تضغط عليها وتبتزها وتدفع بها مكرهة إلى حيث لا تريد. الكاتب يتوقع أن تشهد الأسابيع المتبقية للانتخابات المزيد من المحاولات الأمريكية لابتزاز دول عربية وغير عربية والضغط عليها لتقديم هدايا مجانية للكيان الصهيوني، الأمر الذي يستوجب تحركا فلسطينيا استباقيا مع الدول المستهدفة لحثها على الثبات على مواقفها. أكد صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رفع الإغلاق النفطي شرق ليبيا بعد أن تعرض لضغوط دولية، مشيرة إلى أن إعلان حفتر باستئناف إنتاج النفط وتصديره جاء بعد أكثر من 8 أشهر من إغلاقه. ولفتت الصحيفة إلى أن الصراع الليبي تحول إلى حرب بالوكالة استقطبت قوى إقليمية ودولية. الصحيفة أضافت أنه رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حفتر وأحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لتوزيع عائدات النفط، إلا أن المحللين ما زالوا يشككون في أن النفط الخام سيتدفق قريبا من ليبيا. ونقلت الصحيفة عن وولفرام لاتشر كبير المساعدين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية قوله إن الاتفاق قد لا يلقى قبولا لدى جميع الأطراف في حكومة الوفاق الوطني. وقال إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لم يكن على ما يبدو جزءا من الاتفاق الذي أعلنه نائبه، بالتالي قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الانقسامات داخل الحكومة في طرابلس. وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر تحدث عن شروط وضعها لضمان توزيع عادل للعائدات المالية لتصدير النفط. ولفتت الصحيفة إلى أن النقطة 8 من مهام اللجنة الفنية المشتركة تطرقت لمعالجة الدين العام لكلا الطرفين، ما يعني أن الدولة الليبية ستدفع ديون حفتر المقدرة بنحو 37 مليار دولار بحسب بعض التقديرات غير الرسمية. وبهذا الخصوص قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: من المؤسف أن حزبا غير مرخص له يستخدم النفط كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية. الصحيفة تنقل عن بعض المراقبين أن التعهد بفتح إنتاج النفط الليبي يمثل استدارة لحفتر من موسكو إلى واشنطن، مؤكدين أن هذه الخطوة ستضع روسيا أمام ضغط دولي باعتبارها قد تخرق تعهداتها المتعلقة بجلسة مجلس الأمن الأخيرة عبر استخدام مرتزقة الفاغنر الذين يسيطرون فعليا على موانئ وحقول النفط في شرق ليبيا. عثرت الشرطة الرومانية على كنز من الكتب التاريخية سرقت في أثناء طريقها إلى مزاد ضخم في كاليفورنيا عام 2017 وتقدر قيمتها ب2.5 مليون جنيه استرليني بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. وتعتبر هذه الكتب التاريخية من أهم الأعمال في عصر النهضة، حيث تضمنت أعمال غاليليو وإسحاق نيوتن وكتاب دورات الكواكب السماوية لعالم الفلك البولندي نيكولاس كوبرينوكس، وهو أغلى كتاب سرق بقيمة 215 ألفا استرليني. وكانت عصابة كلامبارو الرومانية الشهيرة وراء سلسلة من عمليات السطو على الكتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة المسؤولة عن السرقة، حيث قامت بتسلق سقف مبنى العبور البريدي في لندن
وحفر ثقوب من خلال المناور التي يبلغ ارتفاعها 12 متراً لتجنب انذارات مستشعرات الحركة، مستخدمة معدات القطع والتسلق المتخصصة للوصول إليها. وبالإضافة إلى العثور على الكتب، تم الكشف عن 11 جريمة أخرى تتعلق بممتلكات مسروقة بقيمة 2 مليون جنيه استرليني. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.